اول ما قرات تشكيل المباراه وعرفت ان الزمالك بيلعب ال 4 2 3 1 فيها اثنين ديفندرات صريحين زيزو وطارق حامد، قلت بس كده في ريحه رضا عبد العال في الملعب، في ريحه تطير الاثنين باكات وتطير الهافات والاعتماد على ان الاثنين ديفندرات هم اللي هينزلوا يغطوا التقدمات اللي يعملها عبد الشافي وبن شرقي وزيزو وتحتيه حمزه المسوسي ناحيه اليمين، ومع في تقدمات شويه هنرحل الخط الدفاع اللي فيه عبد الغني ومحمد محمود حمدي الونش علشان خاطر نضيق الملعب على قد ما بنقدر ونفضل حاطين غزل المحله في نص ملعب الهجومي. قلت لا 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 لا، هو كالترون اتغير في اسبوعين ثلاثه كده اللي هم بتوع التوقف؟ ايه اللي حصل عم كالترون؟ ايه اللي اتغير فيك بالظبط عم كالترون؟ الاعتماد على الكور الطوليه والاعتماد على الكرات العرضيه الكتير جدا اللي هتتلعب على سيف الدين الجزيري اللي ما بيعرفش يجيد اغلبها، هتروح فيها فين؟ انت هتلعب كوره كده كوره من رجل لرجل وهنلعب على الاطراف، ايه الجمال ده؟ ومركز 10 موجود شيكابالا مكان يوسف اوباما، وشيكابالا النهارده قدم اداء جيد بجانب بن شرقي بجانب احمد سيد زيزو بجانب اللي قدم احلى مباراه ليه من يوم وصوله الزمالك سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري اللي بيسهل عليك الموضوع بان هو بيقدر يتحصل على ضربه جزاء، بيخش احمد سيد زيزو يجيب الهدف الاول وكمان بيقدر يسجل لك الهدف الثاني من قصر كره عرضيه من اشرف بن شرقي علشان خاطر ما يعديش اربع دقايق كده والراجل يحس ان هو مديون لبن شرقي فيدي الكره لبن شرقي وهو جون فاضي علشان خاطر الزمالك يسجل الهدف الثالث. 3-0 قدام غزل المحله في 42 دقيقه، ده ايه الجمال ده؟ يعني احنا ما فيش شوط تاني كده يبقى 1-0 ونقعد نضيع ونتدلع ويتم تسجيل هدف التعادل فينا والسيناريوهات الوسخه دي؟ خلصانه يا صاحبي، غزل المحله مش هيرجع في النتيجه ابدا، خلاص الغزل قدم موسم كويس، خلاص قاعدين في الدوري بنسبه كبيره جدا، فالمباراه بالنسبه لهم انت تلعب قدام الزمالك الخساره حاجه طبيعيه وحاجه منطقيه جدا، والمكسب بتاع الدور الاول هيشفع لك على اي نتيجه هتحصل النهارده. ضربه الجزاء؟ ضربه جزاء. وسيف الدين الجزيري لبسها المدافع كويس، وسيف الدين الجزيري زي ما قلت لك قدم واحده من اجمل مبارياته. الشوط الثاني بقى تغييرات، يعني خلاص الماتش خلص اعمل اللي انت عايزه، عايز تجيب الهدف الرابع والخامس وتزود براحتك، عايز تغير وتدي اللعيبه ما بتاخدش فتره طويله زي ايمن حفني نزل، عايز تغير احمد سيد زيزو وعايز تغير احمد الفتوح وتنزله مكان عبد الشافي اعمل. بص كل التغييرات اللي نزل فيها اعملها ليه؟ لان خلاص المباراه الشوط الاول، خلاص الماتش الشوط الاول بتدلع الشوط الثاني، هي دي الكوره وعلمتنا كده وعلمتنا دايما اللي بيجد بيجد ومن زرع بيحصد، واللي بيخلص المباراه الشوط الاول الشوط الثاني السيناريو ما بيجيش عليه ابدا، الا بقى لو انت بتلعب قدام فرقه كبيره وعظيمه والكلام ده مش متاح النهارده مع احترام الفريق غزل المحله. مباراه سهلها الزمالك على نفسه انه خلصها في 10 دقائق وقدر ان هو ينهي تماما امال الغزل، وباتريس كالترون كان ليه افضليه النهارده ان هو قرر يهاجم فريق الغزل، ودي حاجه تحترم جدا 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 لراجل كل اللي اعرفه عن الشغل الهجومي ان هو يرمي كره طوليه للمهاجم اللي عنده. النهارده ملعب كره محترمه زي الناس قدر يخلص المباراه بسهوله، وقلت لك قبل كده 100 مره العب لعيب زي سيف الدين الجزيري الكره تحت كتير هتلاقي ان هو بقى لعيب بيعدي واحد على واحد ولعيب عنده سرعات، كوره عاليه مش قوي هتقول لي لا مش سجل، هتقول لي لا معلش هو الراجل جاب جول التاني بدماغه، اقول لك ده اشرف بن شرقي هتدخله حرفيا اللي هو هديه، والراجل قدر ان هو يستغلها بما انه كان عنده فورمه مميزه النهارده. اتمنى ان احنا ما نسمعش زيطه كتير حوالين المستوى اللي قدمه سيف الدين الجزيري علشان خاطر يفضل مستمر، اهم حاجه الاستمراريه يا جماعه، بلاش نطبل كتير ونخلي الراجل عايش في التركيز اللي هو فيه، ما نطلعش بيه السما وننزل نيجي الماتش الجاي ننزل بيه سبعه، نسيبه في المستوى اللي هو عليه وندعي له يا رب ان هو ربنا يكرمه بالاستمراريه والاداء الجيد في المباريات. وبما ان احنا قاعدين بندعي للناس فمش تخسر اي حاجه لو دعيت لي كده وعملت لي لايك او سبسكرايب للقناه لو الفيديو عجبك، اما لو ما عجبكش فعمل بس لايك وانزل اشتم في الكومنتات براحتك.